النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية GFH المجموعة الرائدة في إدارة الاستثمار. استضافت وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بإدارة الفحص والمقاييس اجتماع اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الميكانيكية واللجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات المركبات والإطارات وفرق العمل التابعة لها خلال الفترة من 28 إلى 31 من شهر أكتوبر 2024. وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على أعمال اللجنة، ومنها مشروع اللائحة الخاصة بالدراجات الآلية والتي تشمل الدراجات النارية والكهربائية، ومشروع اللائحة الخاصة بجنوط مركبات الركوب. كما استعرضت اللجان الفرعية المواضيع ذات العلاقة بالمركبات والإطارات كخاصية الاتصال الطارئ للسيارات بالدول الأعضاء، والتي تميزت بمشاركة نوعية فاعلة من القطاعين العام والخاص. أعلنت مجموعة إنفست كورب التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها عن تحالف استراتيجي مع منصة عوائد الاستثمارية السعودية، وذلك على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار التي عقد في الرياض. حول هذا الموضوع معي عبر سكايب الدكتور يوسف اليوسف، رئيس توظيف الاستثمارات في إنفست كورب. أرحب بك في النشرة الاقتصادية. وفي البداية أستاذ، يعني مع التحالف الاستراتيجي بين إنفست كورب وعوائد، ما هي الاستراتيجيات التي ستعتمدها المجموعة لاستقطاب فئة المستثمرين المؤهلين، خاصة في ظل التنافس المتزايد في السوق السعودية؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. يأتي الإعلان اليوم عن التحالف الاستراتيجي بين إنفست كورب ومنصة عوائد لتيسير الوصول للمستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية إلى استثماراتنا ومحافظنا الاستثمارية، ومن أهمها صندوق الاستثمار في الشركات السعودية لمرحلة ما قبل الإدراج. هذا التحالف جزء من خطة استراتيجية لإنفست كورب للتواجد في الفضاء الرقمي وتعزيز حضورنا في المنصات الرقمية، نتيجة لأهمية المتزايدة لهذا النوع من المنصات في مجال إدارة الثروات. طبعا احنا بحكم وجودنا في المنطقة وبحكم تاريخنا الطويل في الاستثمار في المنطقة، حبينا نوفر حق عملائنا منظومة متكاملة من الاستثمارات البديلة، واللي من أهمها الاستثمار في صناديق الملكيات الخاصة، الاستثمار في مجال البنية التحتية، وفي مرحلة لاحقة حيكون إن شاء الله في مجال للاستثمار في محافظ الاستثمارات العقارية. طبعاً إحنا مدركين إلى أن المستثمرين المؤهلين متطلباتهم الاستثمارية تتنوع وفي حاجة لزيادة مقدار التعرض إلى الاستثمارات البديلة نتيجة الأداء المتميز لهذا النوع من المحافظ. ولذلك نعتقد أن المحافظ اللي عندنا وبالأخص في مجال الملكيات الخاصة والبنية التحتية حتأتي عشان تعدل أو تزيد من الخيارات المتاحة لهذا النوع من المستثمرين. أستاذ، يعني مع توسع إنفست كورب في شركات الرقمية بالخليج وجنوب شرق آسيا، كيف تقيمون مدى جاهزية الأسواق الخليجية لاستقبال هذه التحولات الرقمية في قطاع الثروات الخاصة بالتحديد؟ نحن نعتقد أن البيئة التنظيمية والتشريعية في الخليج على أعلى مستوى من ناحية التنظيمات اللي تنظم هذا النوع من الاستثمارات في الفضاء الرقمي. نعتقد أن هناك بيئة تنظيمية ممتازة، هناك وعي كبير من قبل المستثمرين المؤهلين، وأيضا هناك بنية تحتية قوية بين الشركات الاستثمارية وبين البنوك التجارية في المنطقة. ونعتقد أن هناك مجال كبير لعمل تحالفات بين شركات الاستثمار وبين البنوك التجارية لتيسير الوصول إلى المستثمرين المؤهلين لهذا النوع من الاستثمارات من خلال القنوات والمنصات الرقمية. بالتأكيد السيد يوسف اليوسف، رئيس توظيف الاستثمارات في إنفست كورب، شكرا جزيلا لك. وإلى قطاع المؤسسات المالية الإسلامية، حيث ينضم معي في الاستوديو الدكتور عبد الإله بالعتيق، الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. مرحبا بك دكتور في النشرة الاقتصادية. شكرا أستاذة ريم على الاستضافة.
شرف لنا. في البداية دكتور، يعني لو نتحدث عن يعني كيفية ضمان خطتكم الاستراتيجية في المجلس لتكامل مبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية أو الـ ESG في المؤسسات المالية الإسلامية. طبعا هو كما تعلمون يعني أهمية هذا الموضوع بالنسبة للاقتصاد وبالنسبة للمجتمع والإنسانية جمعاء، موضوع يعني المسؤولية الاجتماعية والإطار المؤسسي للحوكمة البيئية والاجتماعية كذلك. وبالنظر لهذه الأهمية، وطبعا يهم كل القطاعات عموما، والقطاع المالي كذلك له دور في هذا المجال، وبالخصوص القطاع المالي الإسلامي يعني يجب عليه أن ينخرط أكثر في هذا الإطار ويظهر كذلك تناغم الشريعة الإسلامية ومبادئ الصيرفة الإسلامية مع هذا الإطار المؤسسي للحوكمة البيئية والاجتماعية. وفي هذا الإطار يعني اهتماما بطبعا موضوع مقاصد الشريعة وموضوع الاستدامة، أقام المجلس العام بإيجاد دليل للاستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية، حيث تم دمج يعني إطار الحوكمة البيئية والمؤسسية والاجتماعية في الـ ESG مع مقاصد الشريعة، وإيجاد إطار مع يعني مؤشرات تساعد وكيفية تساعد البنوك الإسلامية على تطبيق هذا الإطار في العمليات، رغم أنه طبعا طبيعة العمل المصرفي الإسلامي هي طبيعة أخلاقية وتتماشى أكثر مع هذا التوجه الذي الآن هو يعني توجه عالمي نراه في يعني في الإطار الدولي وفي ما يقوم به واضعي المعايير ومؤسسات الدولية، هو يعني مهم كذلك يعني اقتصاديا واجتماعيا، وبالخصوص المسؤولية البيئية التي تنخرط في هذا المجال. طيب دكتور، يعني لتبسيط المعلومة يعني أكثر، ما هي المبادرات أو لو يعني تستطيع أن تذكر بعض الأمثلة في تطبيق الاستدامة داخل هذه يعني المؤسسات المالية والإسلامية؟ كيف تطبق الاستدامة أو ما هي المبادرات التي تعملون عليها لتطبيقها بشكل عام؟ طبعا احنا يعني طبعا في المجلس العام ورغبتنا ورغبه مجلس الاداره انه البنوك تنخرط اكثر، هي في الحقيقه منخرطه في هذا المجال، لكن ارتأينا انه يجب أن يكون إفصاح أكثر على ما تفعله البنوك في هذا المجال. قمنا بإيجاد دليل المجلس العام للاستدامة الذي يظهر كيفية دمج الاستدامة في العمل المصرفي الإسلامي، ومن هنا كما قلت بدأنا بدمج يعني موضوع مقاصد الشريعة والاستدامة. بعد إصدار هذا الدليل كان لدينا يعني اتجاهين ممكن للعمل، اتجاه فني محض واتجاه لبناء القدرات. اتجاه الفني المحض ينخرط في إطار تحضير مثلا دليل لكيفية احتساب بصمة الكربون للمؤسسات المالية الإسلامية، يعني استثمارات البنوك وأصول البنوك ما هي بصمة الكربون، وهذا طبعا يساعد في الأشياء التي تخص التغيرات المناخية وما يجب على البنوك أن تفعله. في نفس المجال قمنا بإيجاد يعني بالاشتغال مع برنامج الأمم المتحدة لحماية البيئة، مبادرة المالية، بإيجاد كذلك يعني أو إصدار إرشادات لكيفية التعامل مع المخاطر التي تخص التغيرات المناخية وعملها على القطاع المالي والبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. هذا فيما يخص يعني الدعم الفني الذي يقوم به. فيما يخص يعني بناء القدرات، ارتأينا أنه يجب أن نظهر يعني كيفية تطبيق هذه الأشياء، وبما فيها مثلا فيما يخص دليل الاستدامة قمنا بإيجاد خلال هذه السنة بإصدار ثلاث يعني شهادات مهنية ودليل يعني إرشادي للمؤسسات. الشهادة الأولى تخص إدارة الاستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية، يعني تظهر كيفية التطبيق بخطوات أو درجات في العمل المصرفي. والإطار الثاني والشهادة الثانية أو الإصدار الثاني وهو تطوير المنتجات
بدمج مقاصد الشريعة والاستدامة، يعني كيفية عمل هذه يعني step by step أو خطوة خطوة. والإطار الثالث وهو البحث في إيجاد إطار لمقاصد الشريعة وتطبيقها في هذه المجالات بالتناغم مع الاستدامة وإدخالها في تطوير المنتجات. هذا يعني من الأشياء التي لديها أهمية كبيرة، حيث نرى أن مثلا عدد من البنوك الإسلامية، وبحيث يعني مناقشتنا وتواصلنا مع رؤساء تنفيذيين ومجالس الإدارة، أن عدد من المؤسسات يعني نوعا ما لا يفهمون كيف أن البنوك الإسلامية لا ليست لدينا أو للجمهور نظرة لها على أنها تشتغل في صميم الاستدامة. ولذلك قلنا يجب أن يكون يعني عمل أكثر، ويكون عمل ممنهج، ويكون إفصاح عما تفعله وتعمله البنوك الإسلامية في هذا المجال. بالتأكيد. الدكتور عبد الإله بالعتيق، شكرا جزيلا على حضورك. شكرا لك.